ارحب يا البهجي، ترى احب المطر. ارحب مرحبا مرحبا ومسهلا بسمة الغالب وعيال كلير. ارحبوا 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 مرحبا 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 جميع مرحبا باسم التغالب وباسم ابن يسعد وباسم فايز ابن كيري الدويب. مرحبا 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 ومسهلا بالجميع. مرحبا الله يحييكم. ارحبوا يا رجال ارحبوا كتاب الباطن الرسمي رحب ارحبوا ارحبوا باسم التغالب وابن يسعد الله يحييكم. بهاج مرحبا بهاج وباسم ولدنا رحب بحسابنا وباسم حسابنا الباطن الرسمي وباسم ولدنا الشهراني السريعي. مرحبا 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 حياكم الله. مرحبا 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 الله يحييكم. تحايا المطر بسبيس بسبيس فايز ابن محمد الدوبه. مرحبا مرحبا ارحبوا ارحبوا الله يحييكم الله يحييكم. يعلم الله اني مبطن منكم بجلس دقيقتين ارحب بكم باسم التغالب وباسم ابن يسعد ما ولا انسى ايضا باسم ولدنا السريعي شران 507. مرحبا 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 ومسا الله يحييكم. ارحبوا 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 الله يبقيك. ارحبوا 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 يا رجال مرحبا. ترى بهاج من يوم الزواج الى الحين والشله ما طفت. مرحبا مرحبا باسم التغالب ماسكه ترحيب ليومين. مرحبا 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 باسم التغالب شاش راسي يا ولد خالي بغى تحول من الدوسري والسيره. مرحبا 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 انا ليومين وانا اقول مرحبا ومسهلا وانتم الناس الحقيقيين اللي يستاهلون كلمه مرحبا. ارحبوا يا رجال ارحبوا باسم التغالب وباسم فايز ابن محمد ابن جيري الدوبه. مرحبا ومسهلا مرحبا طول عمرك يبي الله مكاني جعل ربي يخليك لنا. انت ينشدوني الرياجيل في كل مكان يقولون ميدي كم رصيدك في البنك. قلت انا رصيدي فايز ابن محمد ابن جيري الدوبه. كلونا يا ولا شاش راسي يا ولا. مرحبا مرحبا باسم التغالب. مرحبا 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 والله لو كان ما يبقى لي احد ما علي خلاف دامك على قيت الحق. مرحبا باسم فايز بن محمد بن جري الدوبه. مرحبا اي والله اللي تمون جعني فداك. الله يمسيكم بالخير جميعا. اتوقع ان قد الصباح ابو محمد صلوا على النبي. مرحبا ومسهلا الله يحييكم كل من دخل وكل من جاء. باسم من باسم من باسم من ترحب؟ باسم بهاج وباسم فيصل وباسم سالم وباسم نواف وباسم التغالب باسم دعم بهاج التغالب باسم التغالب عيال كليب. مرحبا مرحبا باسم عيال الباطن والديره كلها. مرحبا ولا ينون عيال كليب نرحب بكم. ترى اي واحد اكل بي يطلع يرحب تاكدوا انه يرحب باسم عيال ذريه عيال كليب كلهم. الله عليك والله والله العظيم اني اقول والله العظيم اني اقول انا صادق يا اخوان. اي شخص تشوفونه يطلع في الاعلام يرحب ولا يفعل عمل طيب ترى يفعله باسم التغالب. حنا ترى ما عندنا حنا قبيله ولكن بشخص واحد بقلب واحد بجهد واحد. ونعم في جميع القبائل ونعم في جميع القبائل والله العظيم اني اقولها وانا صادق. ولكن رجال ما في حمية لقبيلته ولا يفخر بقبيلته ما في خير. واقول ارحبوا باسم التغالب. ارحبوا بهاج وين وصلت؟ عادني من عنده. انت خابر التقنية؟ ايه انا على حجاجي ليمن. هي على قد وجهك. انت 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 حجاج كليمن على قد وجهك. أنا قد على استراحة حقت الربع اليسار وعلى الاستراحاتكم الشنية على الكليمين. يا أطلع على الاستراحة مسكت الردمية ولا باقي؟ باقي أنا الحين بدخل يمين. ما راح يا عيال يا عيال الله يلعن بليسكم علي الطلاق إني مشتاق لكم الله يلعنكم. اشهد الله نحن مشتاقين لك بعد قد الدنيا كلها. لب والله أنا ما عني عنك نص ساعة إلا حرام بالله إني الشوق ألف. لب والله قلبك يا أخي بهاج بهاج
أبيك توعد المتابعين ببث دام أنك فضيت وخلص الحفل. أقسم بالله تعوض الرياض أني أوعدكم وعد يا أخوان، وعد أنه راح يكون بث ابن 66 كلب. نعم وش؟ نعم بالكلب 66 نعم. قول إن شاء الله، قول إن شاء الله يا أبو محمد. وش؟ ابن 66 رهيب. اي هشوة هشوة. اي والله باذن الله. كنت بجي تمشي 2000 جايك الحين. اي مرحبا. انا اوعدكم بث يا اخوان جبار جدا. انا اتمنى من الجميع يعني مشاهير السوشيال ميديا ان الساعه 2:00 يقفلون بثوثهم كلهم لاجل ما العب تحدي، لاني لو العب تحدي يتابعون بثي. اشهد اشهد لله باذن الله الواحد احد. انا قلت لهم اوعدكم ذا الليل يا بهاج ان يعطيكم بث، ما بعد جاء بث ولا راح بث زي. لا لا انا اوعدكم، انا اوعدكم مو احتمال كبير 90% ان راح يتم سحب مبلغ وقدره 50,000 ريال لخمس اشخاص، لكل شخص 10,000 ريال. انا منهم يا ابو محمد. لا والله لا والله ما انت منهم. انت هو علمك ابو هيا قال انت رصيد لحالك ما يحتاج ناظر. ايش يا براسي ايش يا براسي حذفت بطرتي دقيقه. طبعا الراعي حي معي الراعي الرسمي فيصل جعل ربي يكثر خير، هو اللي طلق ان الخمسين الف تجي من حسابه. يا جمل يا جمل والله فيصل يا جمل جعله والله يحيى والله يا جمل. لو نسوق لو نسوق اعمارنا جعلها افتل رجليك يا ابو حميد. الله علي انتم واقفين كلكم والله. وصلت انت يا سالم الاستراحه؟ اي انا في المواقف باقي ما نزلت. ابو محمد ولا هون ربع ولا هون اخواني سم. ابو محمد العالم يسالون عن موضوعك البارح مع محمد حمودي ولدي. اي موضوع؟ هو طلع في المقطع انك يعني شليته بقوتك يا ضحك حمودي. حمودي شفته يا اخي ارسل لي قعقوري والله انضحكت انضحكت. خسرني الكلب الله يلعن بليسه. ما حذفتني معاه يا اخوك. ها يقول ابوه يقول ابوه ليه جاء الورع وعطاه خمس، ليش ما سحب لي انا وعطى لي الف؟ انا اشهد لله يا يا ولد يا ولد. انا يا رجال شو اسمه ابيه يطلع ل شو اسمه اعوذ بالله من الشيطان لابوه، وابوه حطني في صجه الورع 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 الورع. مسعود اخوي قروشني والعالم قروشوني فاضرب بعيني انا يلعب. انا شفت ترى كنت العب انا وقتها ماني بصوت والعب اضرب بعيني الا ذا الورع بس حبه وتله وطلع راح زعل زعل. ايه ليه خليتني اروح مع ابوي؟ هو ناوي يرجع معنا وانا ماني فاضي له، عندي العيال نبي نروح نسمر في الاستراحه وكذا، متواعد انا وزياد والربع والامور مزدحمه ومتقروش. فايز والله ولدك يعشق شخص اسمه زياد الشيخ. ايه تصور معه البارح يا اخي يحبه يا اخي. هو يقول تكفى ابي اروح، قلت يا اخي بعطيك 500. قال ما ابي ال 500 ودني اروح نسمر الاستراحه مع زياد الشيخ. وامه مقروشتني جيب الورع جيب الورع. لكن فاز معنا ب 500 ريال. لو انك جريتني انا بعد يا اخوك وانطزني شوي. لا ترى بهاج دايم يفصل على الورع من زمان اصلا، لا فصل عن خيرهم جبر خاطرهم بهديه ولا بفلوس. يا اخي الورعان يكفيهم. والله يا اخي ما ادري شو، بس ان الورعان ضعوف الورع ضعيف، ادنات حاجه تفرحه وادنات حاجه. اي والله يقولون الجميع والله والله ان حتى انا ادنات حاجه تفرحني ادنات حاجه تزعلني. والله ماني بعيد منك. فيصل انت اللي وراي. اي وانا دخلت الاستراحه الحين. يلا استاذنكم. انت باقي بالسياره؟ ايه في السياره يعني بنزل. ترى الجيب عليه تامين شامل ما في مشكله. تعال ها يلا يلا انزل على اذنك يا ابو حميد. يعني مبسيك عيال قعقوري عندكم؟ لا ترى ما ادري اظني واصل. اي واصل واصل. يلا يلا ابو محمد تركض في الخط يعني مبسيك. اي بنكمل السبيس في الاستراحه. يلا انت يلا ابو هاي انا ماسك لي خط الحين الوعد الاستراحه. يلا الله يحفظكم. يلا الله يحفظكم.